بسم الله والحمد لله. ربنا أنعم علينا برضاك واجعل قضاءك فينا قضاء خير وسلامة يا كريم يا حنان يا منان يا هادي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى بعد العناء تعرف. وربما سيدنا يوسف عليه السلام ربما وزنه المعتدين في موعنا خف حتى من لا يخافك اللي يمشي يرفع الدلو، خاطر يخافوا يهبط سيدنا يوسف من جديد في المعاناة. شوف ربي معظم شأنه، وهو غالب على أمري في كل المجالات وكل الديانات وكل الأوقات وكل الأماكن. يجبكم تفهموا الله ليس بغائب وليس بقاصر وليس بجاهل وليس بشديد إلا على من اختار الشيطان ربا له من دون الله. يقول مولانا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وما يعملوا في شيء القصد منه دراهم معدودة، ولكن في سر الإنقاذ ذايا فما إرادة إلهية خيرة، لأن سيدنا يوسف عليه السلام لا يمكن أن يستمر في المعاناة، والله لطيف العباد وأكثر الناس متحسنين على لطف الإله اللي هو لطيف بالناس بكل شيء، هو لطيف بالعباد. لابد أن الإرادة الإلهية تتجه نحو التخفيف المحنة على سيدنا يوسف عليه السلام من صغره، وهو يرى في الألام من سوء طبع أخوانه اللئام لم رحم ربنا. يقول مولانا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. والسلام.